السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم، بدأنا أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن إيه أفضل لمبة ليد ممكن تشتريها من الأسواق. بعيدا عن أي مسمى تجاري للمبات الليد، إحنا محتاجين نعرف إيه المواصفات اللي هي كويسة أو تصلح لشراء لمبات الليد. في أنواع طبعا كتيرة موجودة، منها الاقتصادي، أنا خالع العلبة الخاصة بيها بحيث نشوف الدايرة، في منها الاقتصادي وفي منها يعتبر الفئة المتوسطة، وفي منها طبعا الماركات المشهورة. الفئة المتوسطة اللي هي أكتر حاجة بتتباع، إيه الشروط اللي واجب توفرها في اللمبة الليد؟ أول حاجة اللمبات الاقتصادية الموجود فيها مكثف سيراميك ومكثف مستقطب، تعتبر رديئة شوية. البوردة الخاصة بلمبات الليد متكونة من الفايبر، تعمل على ارتفاع درجة حرارة الليد، بيكون العمر الافتراضي الخاص بلمبات الليد قصير. في حالة الإصلاح لابد من تعويض الليدات التالفة باستخدام مقاومة أو زينر ديود، وده طبعا مش في متناول الجميع أو عالم معرفة الجميع. في حالة عمل كوبري بيحصل احتراق سريع جدا لباقي الليدات، يبقى النوع ده يعتبر ما اقدرش انصحك انك تشتريه. برضو في لمبات 3 وات، مكثف سيراميك، مكثف تنعيم، والبريك ومقاومات، نفس نظام البوردة فايبر زي ما هاتكم شايفين. برضو بتعمل على تبديد الطاقة او تبديد المبلغ المالي المدفوع في الكهرباء عن طريق الحرارة، لان بيحصل فيها فقد شديد في الحرارة، سخونة شديدة بيحصل على فقد الطاقة في شكل حرارة بدون انارة، برضو ما اقدرش انصحك انك تشتريه. النوع الثالث واخيرا اللي هي لمبات الليد، بيبقى موجود داخلها درايفر زي ما عندكم شايفين. درايفر البورد الخاصة لمبات الليد من الألومنيوم لتشتيت الحرارة. في أنواع برضو بيكون الجسم الخارجي مفهوش أي ألومنيوم، لكن الجسم ده بيها ألومنيوم عند بحيث يعمل على توزيع الحرارة بشكل متساوي لباقي أجزاء اللمبة. ده يعتبر النوع من الفئة المتوسطة اللي أقدر أقول لك تشتريه، ده بحيث في حالة احتراق أي ليد ممكن تعمل كوبري او تعمل بريج باستخدام القصدير، مفيش اي مشكله، لان الاي سي الخاص بالبورده بيعمل على تقليل الفولت وتثبيت شده التيار زي ما ذكرنا في الفيديو السابق، وهسيب رابط الفيديو اعلى الشاشه حاليا. يبقى كده اقدر اقول لك عند الشراء اتاكد ان البورده الخاصه باللمبه بتكون من المعدن، الجسم الخارجي لللمبه من المعدن زي ما حضرتكم شايفين. كده تقدر تشتري اللمبه وانت مطمئن. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم ومتابعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.